الشيء المهم بالنسبة للتدريب على الصيام إنه الأهل يشرح للطفل معنى الصوم، إنه مش إحنا جايين نجوعك، إنه والله هذا الصوم فرض عبادة مفروض الله عز وجل لازم نتبع هاي العبادة، بحيث إنه نشعر مع الأشخاص الفقراء الموجودين. هذا الناحية. الناحية الثانية إنه الصوم كمان هو وقاية لكثير من الأمراض اللي ممكن تصيب الأطفال، واللي هي موجودة للأسف الآن بنسبة كبيرة، اللي هي البدانة والسمنة. مع الصوم الآن بخف السمنة أو الدهون أو الشحوم الموجودة في الزائدة في الجسم، وبالتالي بصير الطفل من ناحية جسدية أفضل. لكن لا يعني إنه والله لازم الطفل يصوم إنه ما أخذ الاعتبارات الثانية، الناحية النفسية للطفل، الناحية الجسدية، الناحية الصحية. في بعض الأطفال ممكن بالنسبة للبنية الجسدية كويسة، لكن الطفل عنده أمراض بحاجة إنه يأخذ أدوية بانتظام، زي مرض السكري، زي الأطفال اللي عندهم مثلاً إسهالات بحاجة يأخذوا سوائل مشان ما يصيبهم جفاف. فبالتالي هذول الأطفال ما بنقدر نجبرهم على إنهم يصوموا. إذا في أي مشكلة بالنسبة للأهل إنه هل يصوم ولا لا، يفضل إنه يستشير طبيب الأطفال بحيث إنه ينصحه إنه هل بإمكان الطفل هذا يصوم ولا لا.